ايه المشروب اللي هنعمله؟ هنعمل رمان باللبن، عندي شويه من اللبن، شويه من الزبادي، شويه من العسل، وهنا ده عصير رمان مركز. فعلى طول كده ناخد الزبادي وهاخد عليه العسل وهنزل بشوية من عصير الرمان. ده بيبقى مركز قوي فمش محتاجين نحط منه كتير. واخيرا هننزل باللبن. طيب الزبادي هيديني احساس كريمي كده شويه، عصير الرمان المركز هيديني الفليفر وهيديني كمان اللون من غير ما نستعمل الفاكهه الفريش. كاسات التقديم بتاعتنا وعلى طول ويبقى فاضل لنا الشاليمهات بتاعتنا ونبقى عملنا رمان بالزبادي واللبن.